مساكم الله بالنور وحياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك، ونقف معك على آخر التحديثات بشأن الحالة الجوية. نعم طبعا، الحالة المدارية في بحر العرب خلال الساعات الماضية عبرت اليابسة في محافظة ظفار حاليا تتمركز، تصنف على أنها منخفض مداري ما زالت. حركة الرياح أو سرعة الرياح حول المركز ما بين 17 إلى 25 عقدة، وحركتها بشكل عام بالاتجاه الغربي. نعم، هل من خلال رصدكم طبعا للقراءات والتنبؤات، هل من المتوقع أن تتطور هذه الحالة إلى منخفض مداري عميق؟ نعم طبعا، هو في الغالب كانت هناك مؤشرات إلى احتمالية تطور الحالة المدارية إلى أبعد من منخفض مداري منخفض مداري عميق. ولكن طبعا في مثل هذه الحالات أول ما تعبر اليابسة يكون هناك ضعف تدريجي بالنسبة بشكل عام للحالات المدارية. تطور هذه الحالة المدارية إلى منخفض مداري عميق نسبيا يعني هناك نوع ما ضعف في احتمالية أنه يتطور إلى أبعد من هذا المنخفض المداري. نعم. الأستاذ محمود، يعني البعض يتساءل أنه كمية الأمطار التي صاحبت هذا المنخفض المداري كانت كمية أمطار عالية جدا، البعض وصفها أنها ربما يعني تتجاوز حتى كميات الأمطار التي تحملها أحيانا الأعاصير. صحيح طبعا، احنا لازم نفرق بين كميات الأمطار المصاحبة للحالات المدارية وتصنيف الحالات وقوتها. في بعض الأحيان يعتمد تصنيف الحالات المدارية على سرعة الرياح في المركز. يعني يمكن الحالة الحالية سرعة الرياح لا تتعدى 30 عقدة كحد أقصى، حتى محطاتنا المتواجدة في محافظة ظفار يمكن محطة ومحطتين سجلت لفترة وجيزة ما يقارب من 30 عقدة، بينما سرعة الرياح في باقي المحطات التي سجلت هي أقل من 25 عقدة، وبالتالي تصنيفها على أساس سرعة الرياح. نعم. لماذا يعني عندنا أمطار أكثر من اللي قد تكون في بعض الأعاصير أو يعني حالات تكون في تصنيفها أكثر من هذه الحالة؟ هو بسبب المدة الزمنية لمكوث هذه الحالة في منطقتنا أو على محافظة ظفار، كذلك كمية بخار الماء المتواجد في هذه الحالة. لاحظنا أنه يعني حركة المنخفض المداري، أول شيء تكون المنخفض كان بالقرب من سواحل النيل، وبالتالي كانت حركته بطيئة لأنه تو ناشئ ويحتاج إلى طاقة لكي يتحرك، وبالتالي أخذ راحته نوعا ما في عملية امتصاص الرطوبة. حركته في البداية كان ضعيفة، ويعني مقارنة مع الحالات المدارية الماضية أو اللي شاهدناها كانت حركتها سريعة جدا. قد يكون من ضمن الأسباب طبعا هي بشكل عام حركته ومكوثه في منطقتنا. نعم. الأستاذ محمود، يمكن تابعت ورصدت ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك يمكن عتب أنه الأرصاد الجوية ما واكبت حجم هذه الحالة الجوية، والتنبيهات ما كانت بقدر يعني غزارة كميات الأمطار، وهو اللي ربما جعل الناس يعني في استعداد أقل، وحتى الجهات اللي أكيد تبني استعداداتها بناء على قراءاتكم في الأرصاد الجوية. ما هو تعليقك على هذا الأمر؟ نعم طبعا، احنا في المركز الوطني للإنذار المبكر نمشي على خطة واضحة وإجراءات تشغيلية واضحة بالنسبة سواء كان للحالات المدارية أو الحالات الجوية الأخرى. يعني احنا عادة نبدأ بإصدار الإشعارات بور تكون الحالة المدارية، قبل تكون الحالة المدارية وعدم وجود على أرض الواقع طبعا هناك يعني ما ممكن أنك تبني على أشياء غير واقعي. الإجراءات التي نتبعها إجراءات واضحة ويعني بالتنسيق مع الجهات المختلفة، فلا أعتقد أن هناك تأخير في إصدار أي من هذه التحذيرات. نعم. بالعكس إحنا بالعكس يمكن إحنا على تواصل مستمر مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وكذلك الجهات الأخرى، والتنسيق مستمر بيننا وبينهم،
تم الاتفاق على هذا الإجراءات مسبقا، وطبعا يتم مراجعتها بين كل حالة وأخرى للوقوف على القصور في هذه الخطط بالنسبة للحالات القادمة. نعم، يعني تعرف الأستاذ محمود يمكن البعض يقارنها بالنماذج العددية العالمية، يعني البورد الأمريكي وغيره اللي تابعوه، ونعرف نحن ما شاء الله يعني عندنا هواة الطقس ومتابعين بشكل كبير، فهم يتابعوا أول بأول. يمكن كانت هناك ثمة مقارنات بما تم الإعلان عنه في هذه النماذج وما تم الإعلان عنه محليا. نريد بعد نوضح يمكن للمشاهد، وهذه فرصة سانحة، كيف تبني الأرصاد الجوية قراءاتها؟ يمكن هذه ما يدركها المتابع العادي. نعم طبعا، احنا في المركز الوطني للإنذار المبكر يعني يتم الرصد بشكل ساعاتي، كل ساعة تجينا رصدات وتحديثات من سواء المحطات المحلية المنتشرة على في مختلف مناطق السلطنة أو حتى من الدول المجاورة، وكذلك نستقبل صور الأقمار الصناعية على مدار ممكن يكون ربع ساعة وأحيانا نص ساعة أو ساعة. المتابعة مستمرة للحالات المدارية. كيف يتم التقييم؟ طبعا احنا في المركز التحليلات بشكل ساعاتي، نشوف مدى إمكانية تطور أي حالة مدارية. هناك خطوات معتمدة دوليا، طبعا احنا جزء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسمى WMO. هناك خطوات بالتعاون مع المراكز الإقليمية في آلية تنبؤ بهذه الحالة. هناك تبادل البيانات كذلك بيننا وبين الدول المجاورة سواء على مستوى الإقليمي وحتى على مستوى العالمي. نجينا نقوم بتحليل البيانات التي يتم رصدها في السلطنة، بالإضافة إلى البيانات التي تكون يعني من الدول المجاورة سواء كانت يعني على المستوى الخليجي أو على مستوى الجمهورية الهند أو الجمهورية الإيرانية. متى ما رصدت هذه الحالات المدارية يتم التنسيق بين المراكز ويتم متابعتها أول بأول، ويتم اتباع الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين المركز الوطني للإنذار المبكر والجهات المعنية الأخرى في السلطنة. نعم نعم. صدر طبعا التنبيه رقم 3 في الساعة 2 مساء، وكان يعني يشير إلى استمرار تمركز المنخفض المداري على محافظة ظفار. متى من المتوقع صدور التنبيه رقم 4، والمؤشرات الحالية يعني تشير إلى ماذا سيكون في هذا التنبيه؟ نعم طبعا، أنا أحب أضيف يعني نقطة للسؤال السابق، فضل. وهو لماذا نحن نتريث عادة في الحكم؟ طبعا إحنا بياناتنا لما نصدر بيان طبعا يتم تفعيل إجراءات أخرى بالنسبة للجهات المعنية. نعم صحيح. بالتالي أي إجراء من عندنا أو بيان يتم تفعيل إجراءات أخرى كإخلاء أو صح. إيجاد أماكن ماء، ولا بد أن احنا نكون دقيقين. نعم. دقة، نتحرك دقة. نعم. لأن يترتب عليه سواء كان حتى في بعض الشركات تترتب على إيقاف عملياتهم كحقول النفط وشركات العاملة في منطقة الدقوم وإلى آخره. فبالتالي كل قرار أو كل تنبيه أو بيان يترتب عليه إجراءات من جهة أخرى. بالنسبة للتنبيه رقم 3، طبعا احنا في هذه الحالة نصدر تنبيهات كل 12 ساعة لمواكبة تطور الحالة المدارية. طبعا التنبيه أشار إلى تواجد المنخفض في محافظة الظفار. تقريبا أغلب المحافظة راح تتأتى بمشيئة الله بأمطار متفاوتة الغزارة من المتوسط إلى غزيرة، وأقول أحيانا غزيرة جدا مصحبة برياح هابطة. كميات الأمطار ممكن تصل إلى 200 مليمتر في بعض الولايات المحافظة، كذلك أجزاء من محافظة الوسطى كونها محافظة مجاورة، وكون أن المنخفض يعني قد يشكل أو قطر المنخفض قد يصل إلى 500 كيلومتر. أجزاء من محافظة الوسطى بمشيئة الله راح تتأثر في بعض الأمطار المتفرقة، قد تصل إلى 30 مليمتر في بعض المناطق. هذا طبعا بالنسبة لل 24 ساعة القادمة. نعم 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 جيد. كميات الأمطار إذا ما قارناها بيوم أمس، من المتوقع مساء هذا اليوم تكون أكثر أو أقل؟
طبعا امس احنا توقعنا ما يقارب من 200 مليمتر. وكذلك اليوم البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال أن تصل كميات الأمطار في بعض المناطق إلى هذا المستوى، وبالتالي كميات الأمطار لا تقل عن الكميات اللي هي تم توقعها. وبالفعل احنا رصدنا ما يقارب من 195 مليمتر في ولاية سدح، كذلك مرفوضنا ما يقارب أكثر من 180 مليمتر، وفي مدينة صلالة نفس الشيء. نعم، يعطيكم العافية الأستاذ محمود. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل من يتابعنا الآن؟ دائما في مثل هذه الحالات من أنصح الأخوة المقيمين والمواطنين بأخذ أفضل درجات الحيطة والحذر، تجنب الأماكن المنخفضة، تجنب العبور الأودية، كذلك تجنب الأماكن التي تكون فيها محولات الكهرباء وإلى آخر من الأشياء التي ممكن تسبب أخطار على الأشياء. هي يومين أو ثلاث أيام بالكثير بمشيئة الله وترجع الأمور مثل ما كانت. أمطار خير وبركة متى ما التزمنا بإجراءات السلامة، إن شاء الله راح تكون الأمور طيبة واستمتع من بعد إن شاء الله بمخلفات بإذن الله تعالى. هذا سؤال أخير فقط من أحد المتابعين عبر البث المرئي المباشر، إلى متى من المحتمل استمرار هذه الحالة المدارية؟ طبعا خلال 48 ساعة الفرص ما زالت موجودة إن شاء الله. أغلب الأمطار راح تكون خلال 24 ساعة القادمة، ولكن خلال 48 ساعة القادمة ما زالت الفرص متواجدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأستاذ محمود بن راشد الخياري، رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. يعطيك العافية.